السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأرحب بك في هذا الشرح التقني الذي سوف أتطرق معك فيه إن شاء الله إلى كيف ترفع نسبة الإنبوكس بسرعة. فهذه النقطة مهمة جدا وإلى أقصى حد بالنسبة لكافة مسوقي البريد الإلكتروني، ومهمة لك أنت أيضا. فقبل أن أدخل معك في صلب الموضوع، فكما هي العادة في حال تجاوز هذا الفيديو 150 إعجاب سوف يتم سحب فائز بجائزة قيمتها 103 دولار، والتي هي النسخة الأحدث من برنامج سنايبر برو إكس 3. فللمشاركة والفوز بنسختك فقط ضع إعجاب وتعليق الآن لهذا الفيديو. وبطبيعة الحال إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك الآن وفعل زر الجرس. كذلك أذكر كل من يريد الالتحاق بي على إنستغرام، تيليجرام، فيسبوك، فقط أدخل على وصف هذا الفيديو وستجد كل الروابط الخاصة بذلك. فأدخل معك إن شاء الله في صلب الموضوع، وأذكر غدا إن شاء الله سوف نسحب فائز هذا الأسبوع بالجائزة. فإن شاء الله غدا موعدنا مع السحب في الفيديو الخاص بالشرح التقني الذي سأطرحه غدا إن شاء الله. فأدخل معك مباشرة في صلب الموضوع، وأعتذر على الضعف التركيزي يعني هذا اليوم. فكما قلنا، موضوع الشرح هو كيف ترفع نسبة الإنبوكس بسرعة. فالإنبوكس، نسبة الإنبوكس هي مرتبطة مباشرة بالريبيتيشن سكور، يعني هذا من المعلوم بالضرورة في هذا السياق، أن نسبة الإنبوكس دائما مرتبطة بالريبيتيشن سكور. والريبيتيشن سكور هناك دائما تقنيات حتى تقوم برفعه لرفع نسبة الإنبوكس. ومن بين هذه التقنيات، هذه المتسلسلة التقنية التي سأشرحها لك الآن في هذا الفيديو. فكيف ترفع نسبة الإنبوكس بسرعة؟ لدينا ثلاث خطوات تقنية إذا قمت بها وفق هذه الحملة التي سأشرحها ستتمكن من ذلك إلى أقصى حد إن شاء الله. أول خطوة، أنشئ سلسلة لا تقل عن 7 رسائل، 7 إيميلات بلان تكست. وحينما أتكلم عن بلان تكست، فممنوع أن تستخدم ال HTML في هذه الحملة. وأنا عامة يعني من المعروف في المنهج التقني الذي أتبعه أنني لا أستخدم أبدا ال HTML في حملاتي الخاصة بتسويق البريد الإلكتروني، لأن استخدام ال HTML بالنسبة لي يساوي مباشرة انخفاض الانبوكس. واذا كان هناك انخفاض في الانبوكس فهذا يساوي مباشرة ايضا انخفاض في العائدات الخاصة بالحملة. لذلك تجنب، يعني على الاقل في هذه التقنية التي اتكلم عنها الان، فهو لا يصلح فيها استخدام ال HTML ابدا. البلان تكست هو الحل، وركز على هذا الامر والتزم بهذه الامور، لانه في حال خالفت هذه المسألة فلن تكون هناك أي نتيجة لهذه التقنية. جيد، فأواصل معك إن شاء الله. كما قلت، الخطوة الأولى أنشئ سلسلة لا تقل عن 7 رسائل بلان تكست. بالنسبة للخطوة الثانية أقول إن شاء الله اجعلها قصيرة مستثيرة للتفاعل والرد بشكل قوي. فكما نعلم من المعلوم بالضرورة في مجال تسويق البريد الإلكتروني أن الريبيتيشن سكور الخاص بالسيرفر الخاص بك، سيرفر SMTP سيرفر الخاص بك، هو مرتبط بالضرورة بالتفاعل، يعني الانتراكشن. ففي حال كان هناك تفاعل مع حملاتك، وبطبيعة الحال إذا قمت بإنشاء هذه المتسلسلة من الرسائل وكانت قصيرة ومستثيرة للتفاعل والرد بشكل قوي، وهنا أعطيك مثال حتى أوضح لك أكثر وأكثر هذه المسألة. فمثلا تقوم بإرسال فقرة فيها معلومة ذهبية وتتحدث عن جزئية مثيرة للجدل في المايكرونيش التي تستهدفها، ثم تنهي هذه الفقرة
بسؤال للقارئ أو باستشارة، أنت تستشير القارئ أو تطرح على القارئ مثلا، تطلب منه تزويدك باقتراح. فهذه الطريقة جد 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 مثيرة للتفاعل، يعني إذا فهمتها جيدا وقمت بعملها في حملتك فسوف تستثير التفاعل إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي سيرتفع الريبيوتيشن سكور وسترتفع معه الإنبوكس. ونحن نعلم أنه مباشرة ارتفاع الإنبوكس يساوي ارتفاع العائدات في حملة الإيميل ماركتينج الخاصة بك. الخطوة الثالثة والتي يجب أن تنتبه لها جيدا في تنفيذ هذه التقنية، التي تتكون من متسلسل 7 رسائل، لا تضع أي رابط في هذه الحملة، لا تضع أي URL، أي رابط في الرسائل التي سترسلها في هذه الحملة، لأنه في هذه الحملة الهدف الرئيسي هو رفع نسبة. وهنا يجب أن تكون لديك فلسفة واضحة في هذا البيزنس. دائما في هذا البيزنس أو أي بيزنس آخر هناك أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة. فالهدف المباشر لهذه التقنية هو رفع نسبة الإنبوكس، والهدف الغير مباشر الذي يؤدي إليه رفع نسبة الإنبوكس هو رفع عائدات يعني حملاتك المقبلة بعد قيامك بهذه الحملة. فدائما الأهداف التقنية أو في المجال التقني هناك أهداف غير مباشرة تؤثر بشكل قوي جدا على أهدافنا المباشرة. فأتمنى يعني أن تركز وتفهم هذه المفاهيم بعمق. هناك أهداف غير مباشرة تؤثر بشكل قوي جدا، يصل إلى نسبة 70% على أهدافنا المباشرة. لذلك لا تركز دائما فقط على هذا الأمر الذي تراه هنا، بل ركز على الأمور التقنية التي ينتج عنها هذا الأمر. وأتمنى أن تكون وصلت الرسالة. فبمنتهى البساطة، التقنية هي أنشئ سلسلة لا تقل عن 7 رسائل بلان تكست ممنوع الـ HTML لأنه سيخفض لك الـ Repetition Score. الخطوة التقنية الثانية، اجعلها قصيرة مستشيرة للتفاعل والرد بشكل قوي كما شرحت في المثال الذي تكلمت عنه. لا تضع أي رابط في هذه الحملة، لا تضع أي رابط في هذه الحملة، لأن إذا وضعت الروابط سوف تخفض الـ Repetition Score، وهذا ضد الهدف الذي نعمل عليه. فما شرحته لك الآن في عجلة سريعة هو في صلب ما نتعمق فيه في الـ Pro Section أو في الدورات التكوينية Professional، لكن بتفاصيل أكثر وشرح أكثر وشرح تطبيقي وما إلى ذلك. فهذه المسألة جد مهمة، يعني أو هذه التقنية جد مهمة لأي شخص سواء كان مبتدئ أو انترميديت في مجال سوق البريد الإلكتروني، أو كان صاحب مستوى متقدم ويبحث عن تقنية لرفع نسبة الإنبوكس. أتمنى أن تكون وصلت الرسالة وتكون قد فهمتني إلى أقصى حد. إذا كان لديك أي سؤال تقني لا تتردد في أن تطرحه علي في التعليقات، لأنني سأبدأ نشاط جديد إن شاء الله للإجابة عن التعليقات والأسئلة التقنية في التعليقات. وأذكر هذا الواتساب الذي تراه هنا هو خاص فقط بطلب الدورات التكوينية بروفيشنال والبرامج بروفيشنال. أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة. أراك إن شاء الله في شرح تقني آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.